السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض ومدارس الوطن العربي، الصف الأول ثانوي العلمي، مادة علوم الأرض والبيئة. طبعا نحن المرة الماضية بلشنا في الحديث عن الفلك وعلوم الفضاء. هلأ قبل ما ندخل بالفلك وعلوم الفضاء، حصة المرة الماضية حكينا عن الطاقة أو موارد الطاقة البديلة، حكينا بأنه في عنا طاقة شمسية وطاقة رياح، بعدين حكينا عن الطاقة الحيوية وتحدثنا في تفاصيلها، بعدين حكينا عن الطاقة النووية كذلك الأمر، وعينت المادة هاي على الكتاب، وكانت نهاية الفصل تبع الموارد البيئة والمشكلات البيئية. بلشنا في الحديث عن الفلك وعلوم الفضاء، أخذنا المفهوم العام في البداية عن الكرة السماوية، عرفنا الكرة السماوية، عرفنا أجزائها، عرفنا دائرة استواء السماء، حكينا هي دائرة بتبعد عن القطبين السماويين بزاوية 90، بتقسم عندي الكرة السماوية إلى نصفين، نصف شمالي ونصف جنوبي، أوكي؟ بعد ذلك حكينا عن السمت وعن النظير وعن دائرة الأفق، حكينا هدول المعالم الثلاثة بيتغيروا بحسب تغير موقع الراصد، لكل راصد في له سمته ونظيره ودائرة الأفق تبعته. طبعا الرسومات اللي أنا حطيتهم بالفيديو مثل ما حكيت المرة الماضية هي رسومات من الكتاب، مكررة من اللي بالكتاب عشان إذا ما كانت واضحة. بعدين حكينا تناولنا المرة الماضية عن دائرة زوال الراصد، ووضحنا شو المقصود بدائرة زوال الراصد، هلا رح أرجع أعيدهم على السريع. بعدين حكينا عن دائرة البروج كما هي واردة في الكتاب، صفحة 187، أوكي؟ وكمان بصفحة 188 بتتناول أهم الشغلات اللي حكيناها وعيناها، وحكينا أهم المعالم الواردة فيها، أوكي؟ هلأ قبل ما نبلش في الشرق الجغرافي الحقيقي، وردني بعض الأسئلة، من بعض الطلاب إنه في عندهم لخبطة ما بين الدوائر الواردة معانا. هلأ نحن أخذنا عن 4 دوائر، أوكي؟ حكينا عن دائرة الشرق، دائرة استواء السماء، دائرة استواء السماء هي أول دائرة، بعدين حكينا عن دائرة الأفق هي الثانية، بعدين حكينا عن دائرة زوال الراصد، بعدين حكينا عن دائرة البروج، أوكي؟ هلأ بدي أعيد لك أو أفرق لك بين الدوائر الأربعة يلي أخذناهم هيك سريع سريع، لأنه في ناس يعني بعتت لي إنها ملخبطة فيهم، أوكي؟ هلأ نحن أخذنا 4 دوائر، كيف بدي أفرق بينهم؟ في البداية بدي تعرف شغلة كتير مهمة، إنه في دوائر موجودة ثابتة ما خصها بالراصد، بينما في دوائر أخرى هي دوائر تتغير بتغير موقع الراصد. يعني لما نيجي للدائرة الكبيرة الأساسية يلي هي دائرة استواء السماء، طبعا هاي الدائرة العظمى بتقسم عندي الكرة السماوية إلى نصفين، شمالي وجنوبي، وهاي الشمالي والجنوبي في عندي نقاط ثابتة، هاي النقاط بتكون عندي على الأقطاب، و القطب أو النقطة اللي بتيجي على امتداد الشمالي الأرضي بحكي عنها السماوي شمالي، والنقطة اللي بتيجي على امتداد الجنوبي الأرضي بحكي عنها جنوبي سماوي. وطبعا دائرة استواء السماء ما إلها خاص بموقع الراصد، أوكي؟ هلأ نيجي لدائرة تانية يلي هي دائرة البروج. دائرة البروج هي دائرة عظيمة ناتجة عن حركة الشمس الظاهرية حول الأرض. أنا بقول ظاهرية مثل كأنه نحن بنشوفها، مش الحقيقية، حقيقية إنه الأرض هي اللي بتلف، لكن أنا بحكي ظاهريا. حركة الشمس الظاهرية حول الأرض خلال سنة كاملة. طبعا بدائرة البروج يلي موجودة عندك بالكتاب صفحة 187 في عندي 4 نقاط مهمة يجب أنك تحفظهم وتحفظ تواريخهم. يمكن المرة الماضية نسيت أقول لك موضوع التواريخ، لا،
يجب انك تحفظ تواريخهم. اول نقطه اللي هي الاعتدال الخريفي، طبعا انا عارفه انه بينجم عن دوران الارض حوالين الشمس اللي هو السنه، خلال سنه كامله بينجم عنها اللي هي الفصول الاربعه. هلا اول نقطه اللي بدك تعرفها اللي هي، خلينا نبلش بالانقلاب الصيفي ب 21/6 حزيران، الاعتدال الخريفي 23/9، الانقلاب الشتوي 21 كانون الأول 12، والاعتدال الربيعي 21 آذار اللي هو شهر 3. هدولي التواريخ بهموني، لازم تحفظهم كل الانقلابين بشو موعدهم والاعتدالين شو موعدهم. إذا برضو عفوا، هاي الدائرة ما خصها بموقع الراصد، ملهاش خص، مهما تغير موقع الراصد ما بيفرق معاي، اوكي؟ اذا دائرة استواء السماء ودائرة البروج ما خصهم بموقع الراصد. هلأ نيجي للدائرة الافق. دائرة الافق، هلأ دائرة الافق او هون يمكن دائرة الافق، دائرة الافق طبعا هي من الأشياء يلي خاصة بموقع الراصد، بتغير بموقع، بتغير موقع الراصد. هلا دائرة الأفق هي دائرة بتقسم عندي الكرة السماوية إلى نصفين، في عندي نصف مرئي بالنسبة للراصد وفي عندي نصف غير مرئي بالنسبة له. هلا النصف المرئي هو نفسه القبة السماوية يلي شايفه الراصد، أوكي؟ بينما النصف المرئي هو بيقع تحت دائرة الأفق للراصد. طبعا دائرة الأفق بتتغير بتغير موقع الراصد، زيه زي السمت، زيها زي النظير. هلأ آخر دائرة يلي هي دائرة زوال الراصد. دائرة زوال الراصد من اسمها واضح انها بتتغير بموقع الراصد. طبعا هذه الدائرة مثل ما حكينا صفحة 186 وصفحة 187 تتميز باحتوائها على 6 نقاط، او هي بتمر ب6 نقاط اساسية، هم النقطة الشمالية للافق في القطب السماوي الشمالي وصمت الراصد، والنقطة الجنوبية للافق في القطب السماوي الجنوبي في النظير. وطبعا هاي الدائرة بتقسم عندي الكرة السماوية لشرقي وغربي، وهذا الاشي كامل حكيناه المرة الماضية. اذا انا في عندي 4 دوائر، في عندي دائرة استواء السماء وفي عندي دائرة البروج، هدول ما لهم خص بالراصد، بينما في عندي دائرة الافق ودائرة زوال الراصد، هدول بيتغيروا بحسب تغير موقع الراصد، اوكي؟ هلأ اليوم بدنا نبلش مكمل للاشي اللي اخذناه المرة الماضية. كيف عن الشرق الجغرافي الحقيقي؟ هلأ نحن بنعرف انه الشمس بتشرق من الشرق، لكن بالضبط مش من نفس الموقع على مدار السنة. فلو فتحت الكتاب معاي صفحة 189 بتبين عندي بأنه إنه تغير موقع الشمس في سنة كاملة. لاحظ كيف أنه مختلف. هلأ كل نقطة من هاي النقاط بتدلني على موقع شروق من الشمس، لاحظ بأنه هو كله من جهة الشرق، لكن فعليا بمواقع مختلفة، مش بنفس الزاوية، مش بنفس المكان على مدار السنة. هلأ يلي بيهمني تعرفه من هذا الحكي كليته بأنه الشمس بتوصل لأدنى انخفاض لإلها يوم الانقلاب الشتوي. إذا أدنى انخفاض يوم الانقلاب الشتوي، أوكي؟ بينما بتوصل لأقصى ارتفاع لإلها في يوم الانقلاب الصيفي، أوكي؟ هلأ بينما بتكون في الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي بتكون الشمس على مستوى دائرة استواء السماء، يعني بتكون من الجهة الحقيقية للشرق الجغرافي الحقيقي، لأنها بتكون دايركت على مستوى دائرة الاستواء. إذا أنا بهمني تعرف كالتالي من الشرق الجغرافي الحقيقي أن الشمس أدنى انخفاض لإلها يوم الانقلاب الشتوي وأقصى ارتفاع لإلها يوم الانقلاب الصيفي، ومتى الشمس بتطلع من الشرق الجغرافي الحقيقي تماما يوم الاعتدال الربيعي والخريفي. ليه؟ لأنها بتكون على مستوى دائرة استواء السماء. طبعا هذا الحكي كله حفرجيك اياه هلا بالكتاب عشان تخططوا، اوكي؟ هلا نيجي للاحداثي، بدنا اليوم كمان نحكي عن موضوع ثاني اللي هو الاحداثيات السماويه الاستوائيه. شو هدول الاحداثيات؟ هم شغلتين، الميل الاستوائي والصعود المستقيم. هلا ركز معي كثير منيح. هلأ لتحديد موقع جرم سماوي على الكرة السماوية لابد أني أحدد الموقع هذا بالاعتماد على
بالاعتماد على احداثيات، بحكي عنها احداثيات سماويه. هلا مثلا لما بدي احدد اشي على الارض بحكي احداثيات ارضيه، بستخدم اشي انت بتعرفه زي خطوط الطول، العرض، دائره الاستواء، خط الاستواء، اوكي. بينما لما بدي احكي عن احداثيات سماويه لازم احكي عن شغلتين اللي هو الميل الاستوائي والصعود المستقيم، اوكي. هلا نيجي لاول احداثي يلي هو الميل الاستوائي. ماذا اقصد بالميل الاستوائي؟ افتح الكتاب معي 192. الميل الاستوائي هو البعد الزاوي لجرم سماوي عن دائره استواء السماء شمالا او جنوبا ابتداء من دائره الاستواء، اوكي. اذا الميل الاستوائي هو البعد الزاوي لجرم سماوي. في عندي انا جرم سماوي على السطح، على الكرة السماوية. يعني مثلا هذا اللي مبين عندي بالصورة، النجمة هاي اللي لونها بردانية، او الاشي الموجود عندك بالكتاب. اذا الرسمة اللي عندي بالفيديو مش واضحة بالنسبة لإلك، خلي الفيديو مفتوح وافتح الكتاب صفحة 192. انا هلأ بحكي عن الرسمة يلي فوق، اوكي. يعني انا في عندي جرم سماوي معين، فانا بدي احدد مكانه، فبحسب قديش بعده الزاوي عن دائرة استواء السماء. يعني مثلا في الشكل الموجود عندي لفوق، شكل رقمه 6-8، شايف الراصد هاد؟ هو بده يحدد موقع النجم البردانية. النجم البردانية هاي بتكون رمز لجرم سماوي. هلأ شايف الخط الأحمر هذا؟ هذا بده يكون البعد الزاوي ما بين الجرم السماوي يلي هو النجمة البردانية هاي وما بين دائرة استواء السماء، أوكي؟ طبعاً الميل الاستوائي يقاس بالدرجات والدقيقة القوسية والثانية القوسية. شو يعني درجات ودقيقة قوسية وثانية قوسية؟ هلأ رح أفرجيك إياهم، لكن بيهمني تعرف الميل الاستوائي كتعريف شو هو؟ هو البعد الزاوي ما بين جرم سماوي وما بين دائرة استواء السماء. كيف بجيب لك السؤال في الامتحان؟ بجيب لك الرسمة هاي اللي قدامك، بجيب لك دائرة، بجيب لك كرة سماوية، وبجيب لك دائرة استواء السماء ونجم. بحكي لك شو هو البعد الزاوي؟ مباشرة أنت بترسم خط. هذا الخط ما بين الواصل ما بين دائرة استواء السماء وما بين النجم أو الجرم السماوي، هذا هو بيكون عندي الميل الاستوائي، أوكي؟ طيب هلأ نيجي لإشي تاني بحكي عنه أو بطلق عليه اللي هو الصعود المستقيم. افتح الكتاب معي صفحة 193 إذا الرسم اللي عندي بالفيديو مو واضحة. هلأ الصعود المستقيم، قبل ما أعرف شو يعني الصعود المستقيم، في عندي إشي اسمه دائرة الساعة. شو المقصود بدائرة الساعة؟ هي المنحنى الواصل بين القطب السماوي الشمالي والجرم السماوي والقطب الجنوبي، أوكي؟ بتكون الزاوية ما بين دائرة استواء السماء ودائرة الساعة 90 درجة، ماشي؟ إذا شو يعني دائرة الساعة؟ هاي الدائرة بدها تمر عندي بثلاث نقاط. شو هم الثلاث نقاط؟ القطب السماوي الشمالي، ونحن عارفينه القطب السماوي الشمالي، أوكي؟ الجرم السماوي نفسه هذا، وثالث إشي القطب الجنوبي. بسمي الخط الواصل ما بين هدولي الثلاثة اللي هو دائرة الساعة. بينما الصعود المستقيم هو البعد الزاوي بين نقطة تقاطع، هي نقطة تقاطع دائرة الساعة يلي أنا حكيت لك إياها مع دائرة استواء السماء مع نقطة الاعتدال الربيعي. شو بسمي هذا كله؟ بسميه الصعود المستقيم. لو بلاحظ على هاي النقطة، هاي نقطة الاعتدال الربيعي مع مين؟ تقاطعت مع مين؟ مع دائرة الساعة مع دائرة استواء السماء. يعني لاحظ انه عبارة عن مصطلحات، هاي المصطلحات بدك تحفظها حفظ،
اوكي. هلأ نيجي لكيف إني أنا بدي أعبر. طبعاً الصعود المستقيم أنا بستخدم الساعات وأجزائها، زي دقيقة زي ثانية. هلأ بدي أجي كيف بدي أعبر عن الميل الاستوائي والصعود المستقيم، وكيف بدي يكون عندي عملية تحويل الأبعاد أوكي الزمنية. هلأ افتح معي الكتاب صفحة 192. هاي الرسم اللي أنا كنت بحكي لك عنها، إنه افتح عليها وأنا بشرح بالفيديو أوكي قبل شوي. هاي الراصد، هاي دائرة، هو لازم هون يحدد لك إنه هاي هي دائرة استواء السماء أوكي. هاي الجرم السماوي، الزاوية أو البعد الزاوي ما بين دائرة استواء السماء وما بين الجرم السماوي، بحكي عنه الميل الاستوائي أوكي. صفحة 192، خطط معاي. لما بدي أحكي عن الميل الاستوائي بحكي هو البعد الزاوي لجرم سماوي عن دائرة استواء السماء أو شمالا أو جنوبا، ابتداء من دائرة الاستواء صفر أوكي. إذا الميل الاستوائي هو البعد الزاوي ما بين، كما هو موضح قدامك، دائرة استواء السماء والجرم سماوي اوكي. هذا هو الميل الاستوائي، اتوقع واضح هيك. طيب هلا انزل تحت، انزل تحت، عندنا هون في اسئله بدنا نحلها. هلا لاحظ الرسمه، الرسمه بتبين لي بانه هون في عندي دائره الاستواء، هاي بحكي عنها دائره الاستواء اللي هي الصفر، بعدين في عندي 30، بعدين في عندي 60، بعدين في عندي 90. هلا انا بدي احدد الميل الاستوائي لهي النقاط. يعني مثلا السؤال الاول بحكي لي حدد الميل الاستوائي لكل من دائره استواء السماء. هاي دائره استواء السماء، يعني اذا انا كان في عندي جرم سماوي على دائره استواء السماء بالضبط، الزاوية المحصورة ما بينه وما بين دائرة استواء السماء ايش راح تكون عندي؟ صفر. إذا هون صفر صفر أوكي. هلا القطب السماوي الشمالي، هي القطب السماوي الشمالي، لو كان عندي الجرم السماوي هون على القطب السماوي الشمالي، بدي أحسب قديش البعد الزاوي ما بينه وما بين دائرة استواء السماء، قديش حتكون عندي الزاوية عندي هون؟ 90 أوكي. النقطة ألف والنقطة باء، هاي النقطة ألف، واضح إنه النقطة ألف قديش الزاوية المحصورة ما بينها وما بين دائرة استواء السماء اللي هي 30. النقطة باء الزاوية المحصورة بينها وبين دائرة استواء السماء قد إيه؟ واضحة 60 أوكي. اللي بعده، ماذا تتوقع أن يكون الميل الاستوائي للقطب السماوي الجنوبي؟ هاي القطب السماوي الجنوبي، هاي القطب السماوي الجنوبي، وهي دائرة استواء السماء، قديش البعد الزاوي ما بين دائرة استواء السماء وما بين القطب الجنوبي؟ هاي يوتو قديش هاي؟ شو قيمة الزاوية هاي؟ 90 أوكي؟ هلأ نيجي لصفحة 193. في عندي فوق 193، حط لي خط على هاي المعلومة. يقاس الميل الاستوائي بالدرجات وأجزائها، والدقيقة القوسية، برمز للدقيقة القوسية هيك بالشرطة، والثانية القوسية وبرمز لها بالشرطتين أوكي. هلأ انزل عند الصعود المستقيم. شو المقصود بالصعود المستقيم؟ حكينا أنا في الفيديو شرحت المقصود بدائرة الساعة. دائرة الساعة هي المنحنى الواصل بين القطب السماوي الشمالي والجرم، ها لهون هاي واحد، خليني أرقمه، والجرم السماوي 2 والقطب السماوي الجنوبي 3. المنحنى الواصل ما بين القطب السماوي الشمالي والجرم السماوي والقطب السماوي الجنوبي بطلق عليه دائرة الساعة. طبعا دائرة الساعة بتتعامد مع دائرة استواء السماء. هلا نيجي للصعود المستقيم، نيجي للصعود المستقيم. شو هو؟ هو البعد الزاوي بين نقطة تقاطع دائرة الساعة للجرم السماوي مع دائرة استواء السماء ونقطة الاعتدال الربيعي. هذا هو الصعود المستقيم. يا مس احكي عربي حاضر، هي الرسمة يلي بحكي عنها، هي الصعود المستقيم.
هاي الصعود المستقيم، هاي دائرة الساعة. دائرة الساعة بدها تمر عندي في ثلاث نقاط، اللي هي أول نقطة القطب السماوي الشمالي، ثاني نقطة اللي هي الجرم السماوي، القطب السماوي الجنوبي. أوكي، أعيد كمان مرة، دائرة الساعة يلي هي حتكون تمر عندي بثلاث نقاط، أول نقطة القطب السماوي الشمالي، ثاني نقطة الجرم السماوي، ثالث نقطة القطب السماوي الجنوبي، هاي بسميها دائرة الساعة، أوكي؟ هلأ هاي بسميها دائرة استواء السماء، هاي دائرة استواء السماء، أوكي ماما؟ هلا دائرة استواء السماء، تقاطع دائرة استواء السماء مع دائرة الساعة مع نقطة الاعتدال الربيعي، مع نقطة الاعتدال الربيعي بحكي عنها الصعود المستقيم، أوكي؟ البعد الزاوي ل نقطة تقاطع دائرة الساعة مع دائرة استواء السماء مع نقطة الاعتدال الربيعي، شو بسميها؟ بسميها الصعود المستقيم. طبعا خطوط الصعود المستقيم، افتح الكتاب صفحة 194، هون تقاس خطوط الصعود المستقيم وأجزائها بالساعات عفوا وأجزائها اللي هي الدقيقة والثانية. أوكي؟ طيب هلا انزل على الجدول هذا. هذا الجدول حفظ. هذا الجدول شو ماله؟ حفظها، بكتب لك إياها هون. حفظ، أوكي؟ هلا هذا الجدول شو بدك تحفظ فيه؟ بدك تحفظ مثلا 24، شايف هاي السين اللي فوق معناتها 24 ساعة. تعادل بالوحدات، هاي الوحدات شو مالها؟ الزمنية، ساعة دقيقة ثانية اللي متعارف عليها، الوحدات اللي نحن بنستخدمها، أوكي؟ بينما هون في عندي الوحدات القوسية اللي هي درجة، دقيقة قوسية، ثانية قوسية، أوكي؟ هلا 24 ساعة شو بيوازي بالوحدات القوسية؟ بيوازي 360 درجة. أنا ما بتعامل مع الإشي بالكلمات، أنا بتعامل مع الرموز، يعني 24 سين فوق هاي السين الصغيرة يعني 24 ساعة، هون 360 درجة. هون مثلا الواحد ساعة قديش بتوازي؟ بتوازي 15 درجة. الأربع دقائق الدالية اللي فوق هي أربع دقائق، شو بتوازي؟ بتوازي واحد درجة. الدقيقة الواحدة واحد دقيقة قديش بتساوي عندي؟ 15. الشرطة الواحدة هاي مقصود فيها دقيقة قوسية، الشرطة هاي الواحدة الصغيرة مقصود فيها دقيقة قوسية أو فتحة. هون أربعة ثواني تعادل واحد دقيقة قوسية، وآخر شيء واحد ثانية بيعادل عندي 15 ثانية قوسية. أوكي، هلأ هذا ليش حفظ؟ شو بيلزمني؟ بيلزمني بالحل. الحل اللي نحن هلأ بدنا نبلش الحن مع بعض، كيف بدي أحول من وحدات قوسية لوحدات زمنية؟ أوكي، في عندي مثال واحد بدي أحله معكم، ومثال تنين والأسئلة، يعني إعيارك أنت فهمت معاي. مثال واحد ومثال تنين والأسئلة اللي بصفحة 195، خلص الموضوع كله سهل وبسيط وصار عندك. أوكي، ركز معي كتير منيح، كل حل بيعتمد على الجدول الموجود قدامك. إذا الجدول هذا فهمته وحفظته تعرف تحل، ما فهمته وما حفظته مش راح تعرف تحل. أوكي، يلا نبلش هلأ حل بمثال رقم واحد صفحة 194، بيحكي لي تم رصد نجم صعود مستقيم بالوحدات القوسية اللي هي هاي الجهة 15. شو المقصود بشرطتين؟ قلنا ثانية قوسية. 20 شرطة واحد، شو يعني شرطة واحد؟ يعني كيف بقرأها هاي؟ بحكي 20 دقيقة قوسية. 30 ايش هاي؟ هاي السكون، 30 درجة. اوكي، السؤال الاول عفوا بحكي لي ما قيمة الصعود المستقيم لهذا النجم بالوحدات الزمنية؟ اوكي، يعني انا بدي احول من الشمال لليمين. اوكي، هلا انا شو في عندي؟ بنقل كالتالي، عندي السؤال 15
هيا 15 ثانية قوسية، عندي 20 دقيقة قوسية، وآخر إشي 30 إيش درجة. هذا هو السؤال عندي، فأنا بدي أبلش هلأ أحول. هلأ بمسك ال 15 ثانية قوسية، أوكي؟ ال 15 ثانية قوسية قديش تعادل عندي بالوحدات الزمنية؟ باجي للجدول. هي الثانية القوسية، أنا بطلع نظرتي وين؟ على الشرطتين. هي شرطتين معناته أنا هون، ما في عندي وحدة، ما بطلعش ولا على وحدة، بطلع على آخر وحدة. في عندي 15 ثانية قوسية، قديش بيعطيني؟ واحد، عفوا هون، واحد ثانية. واحد ثانية، أوكي؟ طيب. خلصنا من الأولى؟ خلصنا، سهلة وبسيطة. نيجي للثانية. الثانية 20 ايش؟ 20 دقيقة قوسية، قديش بتعادل عندي بالوحدات الزمنية؟ بحكي كالتالي، ال 20 دقيقة، قديش بدها تعادل عندي بالوحدات؟ هلا باجي للعلاقة، باجي للعلاقة يلي بتحكي عندي على ال 20 دقيقة قوسية، أو بالأحرى عن الدقيقة القوسية، أوكي؟ باجي، وين الدقيقة القوسية؟ هيوتها. طيب، الدقيقة القوسية، هاي، الدقيقة القوسية، قديش تعادل بالوحدات الزمنية؟ بمسك العلاقة وبنزلها، نسبة وتناسب، ها، الدقيقة القوسية، بروح بحطها تحت الدقيقة القوسية، هيوتها، تحت بعض. قديش بتعادل عندي في الوحدات الزمنية؟ 4 ثواني، بروح بحكي 4 ثانية، أوكي؟ هلأ صار في عندي الموضوع واضح، ضرب تبادلي، من وين جبتها؟ 20 من السؤال، أنا بدي أعرف قديش 20 يوازي بالوحدات القوسية، بالوحدات الزمنية عفواً، أوكي؟ بروح، بما إني أنا هون بحكي على الدقيقة، على الدقيقة القوسية، طب أساساً الدقيقة القوسية قديش بتساوي عندي بالوحدات الزمنية؟ 4 ثواني، بنزلها على شكل نسبة وتناسب، هلأ بحل بشكل مباشر، بحكي هون شو بدي أساوي؟ ضرب تبادلي، 20 هلأ ضرب دقيقة قوسية ضرب 4 ثواني يساوي دقيقة قوسية ضرب صاد مثلا، بديش أحط صين لأنه كمان شوي فيه ساعة، على معامل صاد، على معامل صاد. شوف يا بطة، هلأ بدي أخلص، شايف هاي الإشارة؟ هاي كامل بيروح مع هاد، أوكي؟ هلأ الدقيقة القوسية بتروح مع الدقيقة القوسية، أوكي؟ صاد تساوي، بضرب الأرقام عادي، أوكي؟ 20 ضرب 4، نزل الصفر، 2 في 4، 80، 80 شو؟ 80 ثانية، أوكي؟ 80 ثانية. طيب، بدي أسألك سؤال، الساعة، العفو عن الدقيقة، ها بدي أحطها هون، الدقيقة قديش ثانية؟ هي عبارة عن 60 ثانية، صح؟ يعني لو بدي أعبر عنها بالرموز بحكي 1 دقيقة كم من ثانية؟ هي عبارة عن 60 ثانية، صح؟ طيب، بناء على هاي العلاقة اللي احنا حافظينها وعارفينها، الدقيقة 60 ثانية فيها، 80 ثانية قديش؟ لو بدي أصغر أنا الرقم كبير، حاول أصغره أبسطه، 80 ثانية كم من دقيقة فيها؟ هي فيها بالضبط ثانية، عبارة عن 60 ثانية، يعني عبارة عن دقيقة بالإضافة لشو؟ بالإضافة لعشرين ثانية. يعني أنا بإمكاني أعبر عن صاد إما بحكي 80 ثانية هيك أو ببسطها عبارة عن دقيقة و20 ثانية. خلص حلي هيك؟ خلص. طيب نيجي للثالث، شو الإحداثي الثالث بالوحدات القوسية المعطينية لهذا النجم؟ هو 30 درجة، أوكي؟ باجي هلأ أنا للجدول، 30 درجة، 30 درجة، وين
عيني بدها تيجي على اي وحده فيهم، اكيد مش عهاي. الثانيه القوسيه شو خاصها في ال 30 درجه؟ ولا عهاي ولا عهاي. انا عيني بدها تيجي عندي يا عهاي يا عهاي يا عهاي. اوكي، لو جينا للدرجه لمثلا 30، خلينا ناخذ ال 15، لو جينا لهاي مثلا 30 درجه، اوكي انا بدي 15 درجه، بدك تحلها على غيرها حلها، خلينا نحلها على هاي. هلا انا باخذ من هون علاقه، العلاقة شو بتقول لي؟ كل 15 درجة قديش هيها؟ 15 درجة قديش بالوحدات الزمنية؟ هي عبارة عن 1 ساعة. من وين جبت هذا الحكي؟ أنا بكون حافظته من الجدول الموجود قدامي. كل 15 درجة قديش بالوحدات الزمنية؟ هي عبارة عن 1 ساعة. طيب كل 30 درجة قديش بالوحدات الزمنية؟ اللي هو السؤال، اللي هو شو السؤال؟ من وين جبت العلاقة؟ جبتها من الجدول. أنا بحكي هون عن درجات، كل 15 درجة بيساوي عندي ساعة. بمسك هاي العلاقة، هاي العلاقة من الجدول وبحطها، بعدين بنزل الدرجات تحت الدرجات وبضرب ضرب تبادلي. نيجي للضرب التبادلي، هلا بحكي 15 درجة ضرب صاد تساوي، صاد اللي هي هاي، أوكي؟ تساوي 30 درجة ضرب 1 سين، أوكي؟ كمل على 15 درجة، على 15 درجة، أوكي؟ هلا هاي بتروح مع هاي، صاد تساوي الدرجة بتروح مع الدرجة، أوكي؟ 30 تقسيم 15 قديش؟ 2. 2 شو؟ 2 ساعة. خلص حلي؟ خلص حلي، أوكي؟ هلا أنا شوف شو طلع معي. أول وحدة يلي هي شو؟ 15 ثانية قوسية، أوكي؟ بروح بجيب أول وحدة بنزلها اللي هي 1 ثانية زائد الثانية. شو طلعت معي بأبسط صورة لإلها؟ أنا زغرت الرقم، عادة نحن منزغر الأرقام. شو طلعت معي؟ طلعت معي 1 دقيقة زائد 20 ثانية. طيب الثالثة شو طلعت معي؟ 2 ساعة. اجمعهم كاملين، في إشي زي بعض بينجمع؟ اللي هو الثانية، 1 زائد 20 21 ثانية. الدقيقة في زيها؟ لا. 1 دقيقة. الساعة في زيها برضو؟ لا. 2 ساعة. ما بحط بينهم إشارات، خلص أنا هون حطيت إشارات عشان أفهمك إنه هون في عندي جمع، لكن لما أنا بدي أعبر عنها بالوحدات الزمنية، هاي هاي شو هاي؟ هاي الوحدات الزمنية. لمين؟ لهذا النجم. السؤال شو بده؟ بحكي لي تم رصد نجم صعود المستقيم، هل قد ما قيمة الصعود المستقيم لهذا النجم بالوحدات الزمنية؟ وهذا يلي طلع معاي. أوكي؟ الحل اللي حليته موجود بالكتاب، وهي الحل تبعه. إذا أنت يعني بتوقع إنه مش شارح كل شيء، يعني مو موضح لك كيف صارت عندي عملية ال 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 الموازنة والتعادل، مش موضح. هلا انت بامكانك توقف الفيديو، ماشي؟ وقف الفيديو هيك وانقل الحل عندك على الدفتر، هيو تحل المثال الاول، اوكي؟ هلا نيجي للمثال الثاني. بس انوه لشغلة، لما نيجي احنا نحول، يعني مثلا الدقيقة القوسية، انا عندي خيارين، بختار الخيار الاصغر، اسهل عندي في التحويل، اوكي؟ كذلك الامر انا مثلا عندي بالدرجات، برضو بختار الدرجات الاصغر، مش بختار 15 درجة ولا 360، طبعا في عندي 1 درجة. نيجي نحل السؤال الثاني او المثال رقم 2، 194، بحكي لي تم رصد نجم صعوده بالهالمرة معطيني وحدات الزمنية، قبل كان معطيني فوق بالوحدات القوسية، هلا معطيني بالوحدات الزمنية، قديش؟ 4 ثواني و20 دقيقة و2 ساعة. ما قيمة الصعود المستقيم لهذا النجم بالوحدات القوسية؟ يعني هالمرة بدي أحول من
زمني لقوسي، بدي احول من اليمين للشمال، اوكي؟ هاي السؤال انا مجهزته. 4 ثواني، 12 دقيقة و2 ساعة. نيجي لأول وحدة اللي هي 4 ثواني. 4 ثواني، قديش تعادل عندي؟ بدي اطلع على الثانية. هاي الثواني، أنا في عندي هون ثانية وفي عندي هون ثانية. ليش يا مس بدي أخذ هاي ما بدي أخذ اللي تحت؟ لأنه هالمرة جاهز، السؤال بده 4 ثواني وهون في عندي 4 ثواني جاهزين بستنوا فيي، فباخذهم. ال4 ثواني قديش بالدقيقة القوسية؟ 1 دقيقة قوسية، بكتب هون 1 دقيقة قوسية، أوكي يا أمي؟ طيب كم؟ كم؟ هلا بعد ما اخلص من ال4 ثواني باجي لايش؟ باجي ل 12 دقيقة. بحكي ال 12 دقيقة قديش تعادل عندي بالوحدات القوسية؟ أنا هالمرة بحكي عن شو؟ بحكي عن دقيقة، بروح للدقائق، وين الدقائق؟ هيهم. هو بده 12 دقيقة. طب أساساً الدقيقة الواحدة قديش تعادل عندي بالوحدات القوسية؟ تعادل عندي 15 دقيقة قوسية. هاي العلاقة بخدها وبنزلها هون. إيش هي؟ كل 1 دقيقة، هيها هيها، تعادل عندي 15 دقيقة قوسية. أوكي ماما؟ هلأ شو بسوي؟ ضرب تبادلي. بحكي 12 دقيقة ضرب 15 دقيقة قوسية يساوي 1 دقيقة ضرب صد. ليش بتكتبي صد ما بتكتبي سين؟ لأنه سين في عندي ساعة عشان ما تلخبطش يعني. هلأ بحكي على معامل صاد اللي هي 1 دقيقة، على معامل صاد اللي هي 1 دقيقة. فهلا الدقيقة مع الدقيقة بتروح 1 دقيقة، الدقيقة مع الدقيقة بتروح، فبتصفي عندي صاد تساوي 12 ضرب 15 180. شو درجة؟ 180 درجة. شو يعني 180 درجة؟ هاي الدرجة شو المقصود فيها؟ هاي 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 الدرجة يعني توازي ايش؟ توازي الساعة. لما احكي لك 180 درجة المقصود فيها انها ساعة، اوكي؟ 180 درجة من الممكن انا اعبر عنها بصورة ثانية، الا وهي الساعة. ها، 1 ساعة، كم من دقيقة عندي؟ عندي 60 دقيقة، اوكي؟ يعني 1 ساعة. ها أنا بكتب بلغة إيش؟ باللغة القوسية، بالدرجات القوسية. 1 ساعة قديش حتساوي عندي بالدقائق؟ دقائق هي الدقيقة، شرطة شحطة. قديش؟ 60 دقيقة. طب 60 و60 120، يعني ساعتين. طيب 60 و60 و60 3 ساعات، 180. إذن من الممكن إني أنا أحكي صاد تساوي عندي 3 إيش؟ 3 ساعة، 3 ساعات. عرفنا؟ عرفنا كيف؟ ليش أنا ما خليتها هيك؟ إني أنا قلت لك زغر الرقم الأخير. لما يكون عندي 180 دقيقة أسهل لي إني أنا أكتب شو؟ 3 ساعات. واضحة؟ واضحة. نيجي لاتنين ساعة، بدي أحول 2 ساعة للوحدات القوسية. باجي للجدول، هاي 2 ساعة، قديش بده يطلع معي؟ هلا باجي وين الساعات؟ هيهم هيهم. أساسا معطيني بأنه 1 ساعة قديش بتساوي عندي كم من درجة؟ 15 درجة. باخد العلاقة مثل ما هي، أوكي؟ فبحكي كل 1 ساعة، هاي هاي نفسها هون نزلتها، كل 1 ساعة قديش بده يوازي عندي؟ 15 ايش درجة. شو بسوي هلأ؟ ضرب تبادلي. بحكي 2 ساعة ضرب 15 درجة يساوي 1 ساعة ضرب صد على
واحد ساعة اللي هي معامل صاد على واحد ساعة. أوكي ماما، شيل هاي مع هاي، السين مع السين. هلأ بدها تطلع معاي صاد تساوي، يلي هي شو هي صاد؟ يلي هي 2 ساعة قديش تساوي؟ صاد تساوي 2 في 15 قديش؟ 30. 30 شو؟ درجة. 30 درجة. بيجي الشيطان بيحكي لك خلصنا حل. لا هلا بدي اجمع، بدي اجمع يلي طلعوا معي هون، يلي طلعوا معي هون، يلي طلعوا معي هون. اول وحده قد ايه؟ يلي هي 1 زائد 3 درجة زائد 30 درجة. اجمع هاي في زيها الشرطه، هاي في زيها، لا تنزل زي ما هي. طب هون الدرجات في هون 3 زائد 30، 33 درجة. أوكي 33 درجة. وقف الفيديو علشان تنقل الحل عندك. أوكي هاي الحل المثال الثاني. نيجي نتأكد من الكتاب صفحة 180. هاي الحل 1 و33، 1 و33. اوكي طيب هلا نيجي لحل الاسئله 95، عفوا نيجي للسؤال الاول. بحكي لي احسب الصعود المستقيم لجرم سماوي بالوحدات القوسيه اذا علمت انه صعوده بالوحدات الزمنيه هي 52 و49. اوكي يلا هلا بحكي. اول واحد عندي 2، لحظة انا كيف باخذ السؤال، كيف ببعد بينهم عشان افهمك كل وحدة كيف بحولها. هلا بحكي 52 ثانية قديش؟ هلا بدي اسرع يعني انا حليت المثال الاول والمثال الثاني بالعرض البطيء عشان تفهم. هلا بدي اسرع 52 ثانية قديش حتساوي عندي؟ بحط السهم تحت السهم. اوكي هلا باجي للجدول، بدي اشوف الثانية الواحدة اساسا قديش بتساوي. هيها الواحد ثانية عندي قديش بده يساوي عندي؟ كم من ثانية قوسية؟ هالمرة أنا بدي أحول من وحدات زمنية إلى وحدات قوسية، بدي أحول من اليمين إلى الشمال. الثانية الواحدة هو بده 52 ثانية، هو بده 52 ثانية. طب الثانية الواحدة قديش بتساوي عندي في الثواني القوسية؟ بتساوي عندي كالتالي، هيها 1 ثانية بتساوي 15 ثانية قوسية. من وين جبت هاي العلاقة؟ من الكتاب. هلا بساوي كالمعتاد ضرب تبادلي 52 ثانية ضرب 15 ايش؟ ثانية قوسية يساوي 1 ثانية ضرب صاد. شو الصاد؟ اللي هو المجهول. على 1 ثانية على 1 ثانية صاد تساوي قد ايه؟ 780 شو؟ ثانية. صاد تساوي 780 ثانية قوسية. وأنا بعرف إنه كالتالي، الثانية القوسية عفوا الدقيقة القوسية كم من ثانية؟ الدقيقة بشكل عام كم من ثانية؟ يعني لو قلت لك كالتالي 1 دقيقة كم، هاي أنا بكتب اللغة القوسية، 1 دقيقة كم من ثانية؟ رح يكون عندي عبارة عن 60 ثانية. لو جيت على الآلة الحاسبة أو أنت حسبتها 780 ثانية قسمتها تقسيم 60 رح يطلع معاي صاد تساوي 13 دقيقة قوسية. عرفت من وين جبتها؟ عرفت؟ الشرطتين يعني ثانية قوسية. أنا بعرف بأنه الدقيقة الواحدة هي عبارة عن 60، أوكي؟ طيب لما يكون في عندي 780 ثانية كم من دقيقة؟ فبحكي 780 تقسيم 60 بيطلع معي 13. اللي بعده 49، بحكي أنا بدي 49 دقيقة قديش تطلع معي؟ أوكي هلا بروح على الجدول 49 دقيقة بدي أشوف الدقيقة الواحدة قديه. هاي 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 الدقيقة الواحدة قد ايه؟ 15 دقيقة قوسية. اوكي الدقيقة الواحدة 15 دقيقة قوسية، يعني بدي احكي كالتالي 1 دقيقة قديش؟ 15 دقيقة قوسية. شو بدي اسوي؟ ضرب تبادلي
فبده يطلع معاي 49 دقيقة ضرب 15 دقيقة قوسية يساوي 1 دقيقة ضرب صاد على 1 دقيقة على 1 دقيقة صاد تساوي 735 ايش دقيقة. اوكي بيجي حدا بيحكي لي يا مس هي كبيرة، لو 750 دقيقة انا بطلعها بالساعة. اوكي انا بعرف بانه الواحد ساعة قديش هاي، انا بكتب باللغة القوسية كل واحد ساعة قديش عندي دقيقة، هي عبارة عن 60 دقيقة. 60 دقيقة عفوا، هيك 60 دقيقة. طيب 735 دقيقة، كم من ساعة؟ يعني لو أني أقسم 735 تقسيم 60 رح تطلع معاي صاد تساوي 12.25 شو ساعة. طبعا هذا الرقم مش مقبول أبدا. هي هاي شو يعني؟ شو يعني هاي؟ يعني 12، شو يعني 25؟ 12.25 هي عبارة عن 12 ساعة زائد 25 ايش دقيقة. اوكي اعيد، طلعت معي صاد بعد ضرب التبادلي 735 دقيقة. اوكي انا بعرف بانه الساعة هي عبارة عن 60 دقيقة، هيها الساعة هي عبارة عن 60 دقيقة. طيب قسم 735 تقسيم 60 بيطلع معي 12.25. شو يعني 12.25؟ يعني 12 ساعة و25 دقيقة. خلص الحل؟ خلص الحل. لكن أنا بدي أجمع هالمرة، بدي أحكي 13 زائد 12 زائد 25 يساوي 13 دقيقة، 25 دقيقة، اجمعهم بده يطلع عندي 38 دقيقة. الساعة في زيها؟ لا. إذا إحداثي السؤال بحكي لي احسب الصعود المستقيم لجرم سماوي بالوحدات القوسية، هيئته هذا هو الصعود المستقيم بالوحدات إيش؟ القوسية. أوكي ماما؟ أوكي. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. وقف الفيديو وانقل الحل عندك على الدفتر. أوكي نيجي لآخر سؤال، احسب الصعود المستقيم لجرم سماوي، لجرم سماوي بالوحدات الزمنية، علما انه معطيني الوحدات القوسية. هالمرة هو معطيني وحدات قوسية وبدي اياني احولها لوحدات زمنية. يلا بسم الله. في عندي 30، خلينا نيجي هون عند الجدول. لاحظ بانه ما بنعرف نحل ولا شيء بدون الجدول. في عندي 30، شو يعني هاي؟ شو يعني هاي؟ هي ثانيه قوسيه 30 ثانيه، دغري بطلع العلاقه، بحكي 30. اوكي 30 ثانيه قوسيه قديش راح تعطيني؟ انا في عندي علاقه على الجدول 15 ثانيه قوسيه، قديش حتعطيني؟ هيها في غيرها فش، 1 ثانية بالوحدات الزمنية. شو بعمل؟ بسوي ضرب تبادلي، فبحكي كالتالي 30 ضرب 1 ثانية يساوي 15 ثانية قوسية ضرب صاد على 15 على 15 صاد تساوي هاي مع هاي بتروح، فالثانية القوسية بتروح مع الثانية القوسية. 15 تقسيم 30 تقسيم 15 قديش؟ 2. 2 شو؟ 2 ثانية. هي طلعنا الأولى، نيجي للثانية. هي شو عندي؟ 15 ايش دقيقة. طب ما أساساً أنا موجود عندي، أنا كنت بحل
دغري اخذ القيمة الاقل، بس اساسا موجود عندي انا 15 دقيقة قديش بتساوي عندي؟ 1 دقيقة. اذا دغري بتساوي عندي 1 دقيقة. حليناها حليناها، خلصت خلصت. نيجي اللي بعديها 60 درجة، بدي احكي كالتالي 60 درجة قديش بده يعطيني؟ بروح بطلع العلاقة من الجدول. الدرج إذا 60 درجة قديش بده يعطي؟ طب 1 درجة قديه؟ 4 دقائق. فبحكي 1 درجة 4 دقائق. هلأ شو بعمل؟ ضرب تبادلي. فبحكي 60 ضرب 4 دقائق يساوي 1 درجة ضرب صاد. هلأ على 1 درجة، هلأ على 1 درجة صاد تساوي الدرجة، بتروح مع الدرجة. أوكي ماما؟ 60 ضرب 40 نزل الصفر، 6 في 4 24 إيش دقيقة. طيب زغرها الساعة، الواحد ساعة كم من دقيقة؟ 60 دقيقة. أوكي طيب، هلأ إذا الواحد ساعة بيعطيني 60 دقيقة، طيب 240 دقيقة كم الساعة؟ مباشرة بقسمها، تعال على جنب، بتقسمها بتطلع معاي صاد تساوي 4 ساعات. أوكي خلص الحل؟ خلص الحل. هيك خلصنا؟ خلصنا. هلأ شو بدي أعمل؟ بدي أجمع النتائج اللي طلعوا معاي. فبحكي 2 ثانية زائد 1 دقيقة زائد 4 ساعة. أوكي في إشي فيهم بينجمع؟ لا صح. إذا تساوي، برجع بكتبهم بس بدون إشارة المساواة، بحكي 2 ثانية 1 دقيقة 4 ساعة. هدول شو هم؟ هدول هم الوحدات الزمنية، الوحدات الزمنية للنجم، للصعود المستقيم. أوكي ماما هيوتها، خلصنا خلصنا. وقف الفيديو وانقل الحل عندك على الدفتر. نحن هيك بنكون خلصنا حل أسئلة، نحن هيك بنكون خلصنا حل أسئلة. صفحة 194 و95 حليناها، موقفنا مع بعض. صفحة 192 و93 برضو خططنا وطلعنا عليهم. صفحة 190 بس هي اللي ما خططتها، افتح صفحة 190. الشمس تصل إلى أدنى انخفاض لها وأقصى ارتفاع لإلها، وهون متى بيظهر عندي الشرق الجغرافي. أوكي صفحة 190. صفحة 191 مسامحك فيها، بديش إياها وبس. يعطيكم ألف عافية. المادة سهلة بسيطة، يمكن أنت إذا لخمت معك بالبداية لأنه أنت الوحدات مش حافظها، لكن أنا شرحت بالتفصيل الممل. حاول حل مرة ومرتين وثلاثة. بتمنى لكم التوفيق يا أول علمي. تنساش هذا هو مفتاح الحل، هذا هو الأساس. أوكي يعطيكم ألف عافية شباب وصبايا. آخر شي بس بضلني أنهي بالفيديو وأرجع، الأسئلة الفصل يلي موجودة صفحة 197 مسامحك فيها، 197 و198 ما بدي إياهم. أسئلة الفصل ما بدي إياهم، في شغلات بخبطة فيهم ما بدي إياهم. صفحة 197 و198 ما بدي إياهم. أوكي يعطيكم العافية.